يا صباح الخير، صباح السعادة، صباح الابتسامة، وصباحكم كده يا رب كل رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة وأمنياتنا الجميلة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. لقاء يومي بيتجدد معاكم، حلقة صباح النور، حلقة النهاردة الاثنين 20 أغسطس 2023. يا رب يكون يوم جايب كل الخير لحضراتكم جميعا كالعادة. لغاية لما اسحاق يرجع برضو هياخد كلمته عشان ما ننساش حد. كل الناس اللي عيد ميلادها النهاردة نقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة. كل اللي مستني خبر حلو، كل اللي مستني نتيجة مقابلة لشغل، كل اللي مستني حاجه تفرح، يا رب كده ربنا يديكم ويفرحكم ويرزقكم ويبقى يوم كله خير وبركه وصحه وسعاده. الحقيقه النهارده الحلقه هتبقى مختلفه شويه، وزي ما حضراتكم عارفين ومتابعين معانا من خلال شاشه سي تي في وتغطيتها المتميزه لزياره قداسه البابا تدروس الثاني لدوله المجر، المشرفة جدا جدا والزيارة الغنية جدا جدا، واللي هي كمان جزء منها زيارة رعوية لأبناء الكنيسة في المجر. والنهاردة هنبقى معاكم طبعا في كل الأخبار والتفاصيل اللي حصلت من لحظة وصول قداسة البابا للمجر، وإسحاق طبعا موجود هناك معانا يتابعنا بكل التفاصيل. لكن لغاية لما نتكلم في تفاصيل الزيارة خلينا نبتدي معاكم زي العادة في أول الحلقة بحاجة كده لحياتنا واليومنا وبنتعلمها ونغير في نفسنا اللي محتاج انه يتغير، ونظرتنا للحياة اللي محتاجين برضو كتير نشوف الأمور بنظرة مختلفة عشان يعني حياتنا تبقى أحسن. يوم 19 اللي هو امبارح كان الاحتفال بيوم العمل الإنساني. تقف قدامه وتحس ان العنوان كبير شويه او رسمي شويه، يعني يوم الاحتفال بالعمل الانساني. كلنا ممكن نقول كلام حلو قوي في العمل الانساني والتطوعي ومنظمات المجتمع المدني ودورها مش عارف ايه، ونقعد نقول كلام قد كده، لكن تعالوا نبسط الموضوع وننزل على الارض الواقع لحياتنا بشكل عام. هو العنوان بتاع السنه دي او الشعار بتاع اليوم في 2023 معا رغم كل الظروف، معا رغم كل الظروف، معا مهما كان، يعني ان احنا نقف مع بعض مهما كانت الظروف او التحديات. هي ايه فكره اصلا العمل الانساني؟ فكره العمل الانساني بشكل بسيط جدا جدا اننا نبقى جنب اي حد مهما كان، ما دام محتاج، من غير ما استنى مقابل، من غير ما ادور على شهره، على منظره، على مكاسب، لكن انا بخدم عشان خاطر انا عاوز اخدم. واكتر من مره اتكلمنا في فكره ان انت لما تخرج من ذاتك ومن نفسك للناس اللي حواليك بتحس بسعاده. يعني الناس اللي متقوقعه حول نفسها كده، يعني ما بتهتمش غير بنفسها وبمشاكلها والحاجه اللي عندها، تشوفها ان هي دي اكبر حاجه في الدنيا وان ما حدش حاسس بيها وان ما حدش بيعاني زيها. لكن لما بتخرج بره نفسها وتروح، عارفين حد مثلا ممكن يبقى ربنا مديله نعم كتير ومديله خير كتير بس عنده تجربه في حياته ومخليها متقدر وكاره نفسه وكاره حياته، بعدين يجي لاي سبب حد يقترح عليه انه ياخده ويروحوا يزوروا مستشفى، يزوروا اطفال عيانين، يزوروا دار مسنين، يزوروا دار ايتام. يوم ما يروح الدار دي او يوم ما يروح المستشفى ويلاقي قد ايه ناس نايمة في السراير في المستشفى، ناس بتتمنى بس لحظة تقف فيها على رجليها بصحة، ناس بتستقبل التجربة دي وهم بيصلوا وبيدعوا من قلوبهم ويقولوا يا رب بس من علينا بالعافية وبالصحة وبالعمر بابتسامة. هما بيعملوا كده بابتسامة، لأنه يعني الحقيقة أن وسط التجربة أو المرض ده أكتر وقت بنعرف نتعامل فيه مع ربنا أو نشوف أو نصلي حتى وإحنا على السرير. فاللحظة دي هو بيخرج بره ذاته ويحس انه قد ايه انا مشاكلي تافهة قدام كل الناس اللي انا شايفها دي، قد ايه انا كنت فاكر ان انا حياتي هي اللي متلخبطة وهو اللي انا عندي تجارب، يا رب ده انت مديني نعم كتير انا ما كنتش حاسس بيها. لما يبتدي بقى يقرر انه يبقى له عمل انساني، انه يزور مريض، انه يطبطب على حد محتاج مسانده، محتاج دعم، محتاج كلمه حلوه، انه يقف جنب حد مزنوق ومحتاج مساعده في حاجه تخرجه من ازمه، عليه دين لو ما تسددش هو هيتسجن، قد ايه ناس مشردين ما لهمش اي حد في الدنيا، لما بسند، لما بساعد، لما بطبطب، لما بزور، صدقوني مش شرط يعني حاجه ماديه. أنا عمالة أقول حاجات كتير لأن موضوع العمل الإنساني ده كبير قوي قوي ومفتوح في كل المجالات، فاللي في قلبه رحمة
ومحبه هيعرف يدي باي طريقه. عارفين احنا ساعات في واحد يبقى بس محتاج ان انت تضحك في وشه مش اكتر ولا اقل، مكتئب كاره الدنيا مش عارف يعمل ايه، لكن لما حد يقوله صباح الخير وهو مبتسم الصبح تحس انها فرقت معاه. على فكره ده عمل انساني. في بقى العمل التطوعي قد ايه برضه بشوف شباب حلوين قوي قوي بيجمعوا من بعض، يعني في مجموعه وانا يعني اعرفهم بشكل شخصي، هم من غير بقى لا منظمه ولا جمعيه ولا اي حاجه عاملين جروب على الواتساب بينهم وبين بعض وياخدوا من هنا ويحطوا هنا. يا جماعه احنا عارفين في مجموعه من الناس شايفينهم محتاجين بطاطين، محتاجين نودي ده، حد يعرف حد ممكن يتبرع لنا بده، ويلموا بابسط المبالغ صدقوني، حاجات بسيطه يعني مش ارقام كبيره، بس دي على دي على دي بتعمل حاجه. ينزلوا بقى يشتروا هنا وجبات، هنا بطانيه، هنا ازازه ميه لحد، ويعدوا في الشارع اللي معاه عربيه يعدي ويدي ويعمل ويساعد. هم بيروحوا البيت حاسين انهم عملوا حاجه حلوه، بيحسوا فيها بسعاده. ده على المستوى العام، يعني ده إذا كانت الأمم المتحدة بتحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني فهي دعوة على مستوى كبير، على مستوى الدول نقول كده، لأنه الحروب والظروف الصعبة والناس اللي سابت بلادها واتشردت وعملوا لجوء في أماكن تانية واللي عايشين في المخيمات دي ناس ظروفها صعبة. طب في ناس بتعيش ده وهي في مكانها لظروف مثلا مادية، لظروف نفسية، لظروف فقد حد يتيم عايش فقد كل حاجة الدنيا جاي. بيحصل طبعا، يعني مش بس على المستوى الكبير. فإذا كنا النهاردة بنتكلم عليه كيوم عالمي للاحتفال بالعمل الإنساني فهي دعوة نقف مع بعض من غير مقابل، نقف مع بعض بلا هدف غير ان انا اعمل حاجه حلوه افرح بيها الناس في الاخر. اذا كنت مستني حاجه فانا مستنيها في الاخر عند ربنا، لكن مش من الناس، لا مستني شكرا ولا مستني مقابل مادي ولا مستني التلفزيون يجي يعمل معايا لقاء عشان يتكلم عن اعمالي العظيمه اللي انا عملتها مع الناس. نصبح على مدام ميرفت. صباح الفل. صباح الخير. يا صباح الفل على حضرتك، اهلا بيكي. ازيك يا مدام هبه؟ وحشاني كتير. ربنا يخلي حضرتك. تفضلي. بصبح على استاذ اسحاق. اكيد سامعك. تفضلي. ربنا يخليك. انا بس عايزه اقول حاجه، ان المساعده مش شرط مادي طبعا، يعني كفايه الابتسامه، صح، كفايه اني اضحك في وشك واقول لك كلمه طيبه، صح، دي يعني عندي انا بالنسبه لي انا بالدنيا وما فيها. حاجة تاني، في ناس في المترو، يعني لما بركب المترو بلاقي ناس بتصعب عليا جدا جدا يعني. فأنا يعني اللي على قد بعمله معاهم، أصحابي لما بيبقوا معايا أصحابي يقولوا لي لا دول أنتِ ما تعرفيش دول حقيقيين ولا لا، أقول لهم ماليش دعوة أنا ربنا شايف كل واحد. صح. فعايزة أقول لك إن فعلا فعلا قلبي بيوجعني لما بشوف الناس دي. انت بتعملي اللي تقدري عليه واللي قلبك بيقوله لك، بعد كده الضماير دي بتاعت ربنا يعني. ما المهم ان انت تحسي بسعاده ان انا قدرت اعمل حاجه حلوه، انت بتنزلي مبسوطه اكيد يعني. ايوه طبعا، ايوه بتفرق معايا جدا. بحس كلمة وأنا مالي أو ما كل الناس تعبانة، ما كل الناس عندها ظروف، الإنسان الأناني ده اللي هو شايف نفسه هو وبس، دايما بيحس إن في حاجة مقدراه ومضايقاه ويبقى مش عارف هي إيه. ده حقيقي، ده حقيقي. وبعدين انا ما اعرفش الناس دي فعلا تعبانه ولا لا، ربنا هو اللي عارف. اكيد صدقيني انا بقول انه طبعا يعني في ناس بتمتهن مهنه الشحاته او التسول ده، لكن بغض النظر عندي انا قلبي واحساسي بيقول ايه، انا بدي من غير ما ادور، ده طالما انا ضميري طالع منه كده وانا مرتاح خلاص، الباقي بقى دي حاجه بتاعت ربنا، المهم ان انا بقى مرتاح ومبسوط بالحاجه اللي انا عملتها. صدقيني نفس اللي بقوله، بلاقي ربنا يفتح قدامي ابواب كتير جدا. طبعا ما اعرفش ازاي، مفيش حاجه بتضيع عند ربنا خالص يعني. أكيد. اي حاجه قد كده بنعملها ربنا ما بيبقاش مديون يعني، بيديها لنا اضعاف اضعاف. اكيد. صباح الفل على حضرتك. زي الفل، نهارك ابيض وشكرا لمداخلتك. شوفوا بقى السعاده، انا مش لازم ادور فلان بقى اعمل عنه بحث وانا ما اعرفوش في الشارع، انا شفت حاله احساسي قال لي او جابني ان انا ممكن اساعد باي حاجه بديها. ده لو من ناحيه الحاجه الماديه. في ناس يعني في اسر مستتره كتير، في ناس بتخدمها وبتساعدها ومحدش يعرف عنهم حاجه. انتوا عارفين ان في ناس بيكتشفوا
انها كان شخص معين بيعول الاسره دي او مجموعه من الاسر، يكتشفوا ده بعد انتقاله بعد ما يموت. ايه ده، قد ايه كان بيساعد اسر محدش يعرف عنها حاجه. الاسر دي كانت مستتره، كانت حالها ميسور وكانت كويسه، الدنيا جت عليها ووضعها بقى مش حلو، وفي اللي بيساعدها يقول لك انا ما مقللش منهم، لازم يفضل عايش بكرامه وعايش وسط الناس كانها هي دي حياته العاديه. يكتشفوا بقى لما يوصي حد انه يكمل المسيره بعد ما هو ينتقل او يموت، يقول ما تنسوش تودوا الحاجه الفلانيه للمكان الفلاني والفلاني او العائلات دي ودي ودي الاسر دي. ففي ناس حلوة وجميلة كتير دايما وزي ما ده ميرفت كانت بتقول، اللي انت بتعمله بيترد لك أضعاف وأضعاف وأضعاف. فيش حاجة اسمها أن أنا عملت فما بيرجع ليش، اللي عملته هيجيلك. فرحت فرح تفرح، كل حاجة الفرحة بالذات من الحاجات اللي انت لما تديها تزيد، تديها تزيد. فرحت حد بكلمة حلوة، بابتسامة، بمساعدة. عارف لما تلاقي حد في الشارع مثلا، حد كبير عاوز يعدي الشارع، ولو دلوقتي الطرق بقت سريعه وتعدية الشوارع بقت صعبه ومش كل الاماكن فيها كباري لعبور المشاة، فممكن تلاقي حد حرام محتاس عايز يعدي ومش عارف. فلما تاخد حد وتساعده انك انت تعدي، صدقني بنبقى مبسوطين. يعني لما تعمل كده وتعديت تحس انك عملت حاجه حلوه، هتلاقي ربنا وقف لك حد في حاجه انت كنت محتاجها وتقول يا رب هو انا ما لحقتش، ده انت كانك سامعني من قبل انا ما اقول. فالعمل الإنساني يعني حاجة كبيرة وكبيرة في قيمتها، لكن في تفاصيلها احنا ممكن نعملها بأشكال كتير وبصور كتير، كل حاجات بسيطة ما تكلفناش حاجة، مش كل الخدمة ولا المساعدة فلوس. يعني فين صباح الفل. صباح الفل يا هبة. يا صباح الفل عليكي، أهلا بيك. كل سنة وانت طيبة حبيبتي، وينعاد عليكي وانت طيبة وخير. وانت طيبة وبألف خير يا رب، وبصبح على الأستاذ إسحاق ويرجع بألف سلامة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طبعا العمل الإنساني ده بيبقى حاجة من جوه القلب، نبع من جوه القلب. صح. بتريح القلب. يعني أنا مثلا كان فيه موقف حصل عمري ما هنساه لحد دلوقتي من سنين طويلة. كنت في مرة ماشية في الشارع وكان فيه ست مسنة يعني واقفة في الشارع، فبتنادم عليها تقول لي هو أنت ما تعرفيش حد يعرف يديني حجن، أصل أنا واجعة على رجلي ورجلي وارمة والدكاترة كاتبين لي حجن وهي ما عندهاش أولاد وكده، مش لاقي أي حد يديني حجن. فحاجة من النفس كده، أنا بعرف أدي حجن يعني أنا متعلمة إن أنا أدي. أيوة. فحاجة من النفس قلت لها أنا حاضر يا ماما أنا أجي أديك. ففعلا أديتها أول حجنة ودخلت بيتها وما كنتش خايفة ولا أي حاجة وأديتها الحجنة، والدكتور كان كاتب لها على مجموعة حجن. فكل يوم يا هبة في نفس الميعاد تروحي لها تديها الحجن. أفتكر وفي عز الظهر يعني كانت بتبقى الساعة 2 ميعاد الحجنة، أطلع وأديها الحجنة دي. ما تتخيليش الست دي كانت مش عارفة تعمل لي إيه، يعني كانت كانت مبسوطة وسعيدة. وقبل ما تبقى هي مبسوطة وسعيدة أنا من جوايا حاسة برضا، فراحة نفسية إن أنا بعمل كده. ما هو ده الأهم، إن أنا بعمل كده. احنا لما بندي مش بس بنفرح اللي احنا بنديله الحاجه اللي هو محتاجها، ما انا لسه بقول مش فلوس، هي كانت محتاجه حد يساعدها في الحقن، فانت قدمت لها مساعده يمكن ما كانتش لاقيه لها حل، فقد ايه ساعدتها، بس قبل سعادتها انت من جواكي سعيده ومبسوطه. ايوه انا من جوايا مبسوطه ان انا بعمل كده، في راحه نفسيه. انت اكيد حسيتي ان ربنا رد لك ده، يعني اكيد كل يوم بتحسي بالبركه قصاد اللي انت بتعمليه. طبعا ربنا بيوقف معايا في مواقف كتيره جدا، انا ما استاهلش محبته، ما استاهلش حنيه قلبه، هو بيوقف معايا كتير في مواقف معينه. فانا يعني الانسان من جواه يعني حاجه حلوه ان هو يعمل كده. طبعا. طب شكرا ليكي يا نبيل، صباح الفل عليكي. يعني تليفونك يفرح اهو، ده مثلا لحاجه يعني هي ما خسرتش حاجه، هي بتعرف تدي حقن وربنا حط في طريقها حد محتاج. هو ده مش عمل انساني؟ عمل انساني ولا مش عمل انساني؟ عمل انساني. حاجات بسيطه جدا جدا. في حد ممكن مش عارف يقرا ورقه وانت قريتها له. في ناس متضايقه، على فكره الزعل والاكتئاب احيانا كتير بيوصل الانسان اللي ما بيلاقيش حد يسمعه او يطبطب عليه لمراحل سيئه جدا تحتاج لعلاج نفسي طويل، او احيانا الانسان ده يفكر حتى انه يخلص من حياته لما الدنيا تضيق في وشه، ما بيلاقيش مخرج للاسف يعني. فشوفوا بقى المرحله دي توصل له ان الشيطان يخلي الحياه قدامه سودة، فكر يخلص من حياته او يلجا بقى لسكك تانية. لكن لو لقى انه يفرغ اللي جواه، انه يتكلم، انه يحكي. في ناس برضو بتعترف انها مثلا خدت حاجه من مشت في سكه الادمان ويقول انا محتاج حد يساعدني. فانا لو انا عملت بس تليفون ودورت على مكان وكلمتهم ووصلت ده بده، يعني ساعات خدمتك بتبقى
ان انت توصل الدنيا ببعض، انت عارف حد ممكن يدي او يخدم، تعرف دكتور بيعالج ببلاش انت تعرف وما بس خلاص تمام، انت تقول الله ده دكتور جميل وكويس وربنا يبارك لك، وبعدين ربنا حط في سكتك حد مريض ويقول لك انا معيش تمن الكشف وانا تعبان وحاسس بكذا، صدفه. فانت كون ان انت توصل الدكتور بالمريض او المريض ده بالدكتور، انت عملت عمل انساني. وبعدين كلمه انساني، احنا كلنا محتاجين نرجع لانسانيتنا، يعني احنا لو وقفنا بس وقفنا عند كلمه انسان دي لوحدها ورجعنا لاصلها ورجعنا ان احنا نبقى بني ادمين، البني ادم ده او الانسان ده اللي بيحس بغيره، يعني ايه الفرق؟ ده احنا ده نبص للحيوانات اللي هي ممكن قد ايه يخافوا على اولادهم، تلاقي برضو فيها مساعده، ما بالك بقى البني ادم اللي هو ربنا خلقه بكامل العقل والحريه والاراده والقلب اللي بيحس وبينبض. ده احنا بقى لو حسينا ورجعنا لاصلنا لاحساسك بغيرك وخروجك بره نفسك وبره ذاتك، هترجع انت تبقى مرتاح وهتهون عليك مشاكلك، يعني بعد كده هيبقى عندك حاله من الرضا. واكتر حاجه صعبه بنعاني منها عدم الرضا، وفي فرق كبير بين ان انا ابقى راضي بس مجتهد وبسعى في طريقي، وبين ان انا يعني ابقى متخاذل، يعني يكون ان انا راضي وقاعد اقول لك الحمد لله على كل حاجه، هو ده اللي ربنا اداهوني. ما هو الحمد لله، بس اسعى يا عبد ونسعى معاك، اجتهد ان ظروفك تبقى احسن، لو عندك مشكله وفي ايدك ان انت تعمل خطوات عشان تحلها وتحسن وضعك ووضع اولادك في اي حاجه بقى، تسعى بقى للشغل، تسعى انك تصلح علاقتك باسرتك، تسعى لاي حاجه، اعمل اللي عليك. لكن في نفس الوقت ما تبقاش انسان متذمر، لان المتذمر اللي مش راضي بحاله مش هيفضل طول الوقت مش عاجبه حاجه، لكن لما يخرج بره نفسه ويدي يدي ادي بسخاء ادي، لو انت اديت طول الوقت هتفرح طول الوقت، وهتلاقي ربنا رد لك ده اضعاف واضعاف واضعاف. استاذ مجدي صباح الفل. يا استاذ مجدي، طيب استاذ مجدي مش معانا، معانا مين؟ أستاذة سارة. يا سارة صباح الفل. يا صباح الورد عليك يا منيبة. صباح الفل عليك. كل سنة وحضرتك طيبة. وانتي طيبة وبخير يا سارة. أنا عايزة أقول لك تجربة بأمانة، زي ما حضرتك قلت ربنا مش بيبقى مديون أبدا. طبعا طبعا، قولي لي تجربتك. أنا كان معايا حاجة بأمانة، حد محتاجها اديتها له، جيت من سفر ما كنتش لاقية إن ندفع الأجرة. لقيت واحدة دفعت لي الأجرة وادتني من غير ما نقول لها بأمانة ربنا. فدي حاجة قلت يا رب سبحانك، انت قلت دون العشور جربوني فعلا، انا حسيت بالموقف ده في اليوم ده، بقيت جاية مبسوطة مع انها حاجة بس انت عارفة كام 15 جنيه بس نقذوني من نيجي بيهم. ايوه طبعا، ده لو 5 جنيه مش 15 جنيه، الموقف اللي الواحد بيتحط فيه بيقول يا رب بس ما تخلينيش اتحرك في الموقف ده، اتصرف ازاي؟ فان تلاقي ربنا بعت لك حد يعمل معاكي كده، دي حاجة كبيرة قوي. شكرت ربنا، يعني انا اديت حد مزنوق لقيت ربنا فك زنقتي فعلا. انت اكيد برضو قلبك حلو، واكيد برضو ما بتبخليش على اللي حواليك، فربنا ردلك ده ووقفلك الناس الحلوه دي او اللي يقف جنبك في حاجه زي كده. ربنا يخليك يا مدام هبه ويفرح قلبك يا رب. صباح الفل. عايزه كلمه حضرتك يا مدام هبه، معلش. عاوزه ايه يا ساره؟ الرقم. طب انت اللي ممكن تسيبي رقمك في الكنترول مع زمايلنا وقبل ما تقفلي وانا هتواصل معاكي. حاضر، عينيا يا ساره. بفكركم انكم انا بفتح الصفحه، بفكركم تقدروا تتواصلوا معانا على صفحه الفيسبوك زي التليفون كده، بيسعدنا جدا تواصلكم. اللي مش عارف يوصل لنا من الضغط بتاع التليفونات يكتب لنا سي تي في ايجيبت، ده دي الصفحه. بكرر تاني، الفتره اللي فاتت قبل الصفحه كان في كتير من الجروبات والصفحات اللي اتعملت باسم سي تي في، لكن قدامكم دلوقتي اللينك او الصفحه بتاعتنا على الشاشه، الكيو ار كود تقدروا تدخلوا عليها من خلال كمان الموبايل عشان تتاكدوا ان هي دي الصفحه. هتلاقوا عليها البوستر بتاع البرنامج او الصوره بتاعتنا وعليها اسم البرنامج، اكتبوا لنا تعليقاتكم واحنا بنبقى مبسوطين جدا جدا اننا نقراها. هصبح على جانيت غبريال، بتقول صباحكم خير وبركه، لما افرح حد ولا ساعد حد وانا محتاج المساعده، ولما اخدم بحب وبساطه من غير ما حد يطلب ومن غير ما افتخر باللي قدمته، بيكون احلى خدمه واحلى مساعده. ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد ايام كثير. ماهر بيصبح علينا صباح الفل، ومريم ماهر برضو بصباح الفل عليكي، ومشنوده بتقول لنا صباح الخير عليكم، احلى برنامج، صباح النور، كل سنه وانتم طيبين. شكرا لك يا مشنود. نور سعيد، اثناء الثانويه العامه كنت في حاله اكتئاب شديده جدا، ولكن كان معايا 500 جنيه
رحت اتبرعت بيهم بنية ان ربنا ييسر عليا المذاكرة، والحمد لله حسيت بتحسن كبير جدا، نجحت وحصلت على معدل حلو الحمد لله. الف مبروك ليك يا نور. هي دي عاملة يعني نفس فكرة ان الواحد بيدي ندر او ينذر ندر، يعمله عشان يا رب لو نجحت هعمل كذا. انت عملتي ده من قبل ما تنجحي، انك حبيتي مثلا تساعدي بحاجة وتقولي يا رب اقف جنبي، فبرضو دي حاجة حلوة. كون ان انت حسيتي ان ربنا بيردلك ده برضو ده حاجة حلوة، اني برجع الفضل لربنا قبل اي حاجة. فمبروك عليكي وبالتوفيق ليكي في كل اللي جاي ان شاء الله. يا مدام ناديه صباح الفل. ايوه صباح الخير يا استاذه هبه. يا صباح الفل عليك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير يا رب، وربنا يجيب الاستاذ سحاب بالسلامه يا رب. ان شاء الله ربنا يخليك. حضرتك انا تعبانه يا مدام هبه، عايزاكي تصلي لي. ربنا معاكي. ربنا معاكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا عايزه اعمل عمل خير، بس عندي روماتايم ورجليا ورمه مش قادره امشي. فانا نذرا ربنا قلت يا رب لو انت شفتني اعمل كل حاجه انت ترضى عنها. اولا ربنا يشفيكي ويديكي الصحه، يعني بغض النظر عن اي حاجه نتمنى لك كل الخير والعمر والصحه. تاني حاجه مدام ناديه، ممكن برضو تفكري في حاجه تعمليها من وانت في مكانك لغايه لما يعني صحتك تتحسن وتقدري تنزلي. يعني في افكار كتير وحاجات كتير ممكن تعمليها من وانت في البيت، تساعدي بيها حد او عمل خير ممكن. يعني تعالي نفكر في حاجه ممكن نعملها من واحنا في البيت، ليه لا؟ ايه هي؟ هفكر معاكي دلوقتي، بس اعتقد ان في حاجات كتير. يعني الواحد لما بيبقى عارف ان في اسره مثلا محتاجه حاجه مساعده ماديه، انا مثلا انا ببعتها. عندي هدوم ممكن ابعتها برضو لحد في الشتاء، عندي جاكيت مش محتاجاه، اوصي حد من ولادي او من اللي بيجولي اقول لهم طب ودوا دول لفلان او للبيت الفلاني يوصلوا لهم الحاجه دي. الشتاء يعني الصيف خلاص ان شاء الله يعني هقرب يخلص، عشان كان صعب علينا داخل الشتاء. في حد ممكن على قد ما يقدر بابسط المبالغ، لو هيقدر يشتري بطانيه واحده بس يبعتها الناس ما عندهاش غطاء، انا فرحت وعملت عمل انساني. بالتليفون بالتليفون يا مدام ناديه، لو سالتي على حد ملوش حد يسال عليه خلاص هتلاقي اللي بيرد عليكي في التليفون يقولك هو مين يسال على مين، ده انا كنت عايز اسال عليكي. لا احنا اللي فاضي فينا وقادر يسال على التاني، فرحتي حد. ففي حاجات كتير يعني، حتى لو هو ما سالش عليا يعني، حتى لو ما سالش عليكي، ما هي بقى الحلاوه والخدمه في انك انت بتسالي حتى لو ما سالش. ما هو لو انا سالت على اللي بيسال عليا انا ما عملتش حاجه، انا برد السؤال. لكن الخدمه في اني انا بتصل بحد محتاج السؤال. تمام. ربنا يخليكي. ربنا معاكي ويديكي كل الصحه يا رب والعمر. ناس جميلة حلوة قوي، ان الناس هي اللي بتدور وعمالة بتفكر. شايفين ناس بتفكر، يعني انا دلوقتي بحاول افكر معاها، يمكن في اللحظة اللي انا بتكلم فيها مفيش حاجة حاضرة في ذهني قوي، بس اللي بيجي على بالي بقوله. بس صدقوني لو انت قلت بس يا رب أنا عاوز أعمل خير، أنا نفسي أعمل حاجة عمل إنساني يفرح حد، ابعت لي وارشدني أنا مش عارف أعمل إيه، هتلاقي الحاجة عدت قدامك كده، هتلاقي حد بيتكلم قدامك ويقول لك ده فلان، ده المكان الفلاني، حد بيخبط عليك وداخل لك البيت مهموم ومحتاج بس يشتكي لحد يسمعه ويسمع منه كلمة حلوة، هتيجي قدامك الحاجة اللي أنت تعمل بيها العمل الإنساني. نكمل شوية من تعليقاتكم. مارجريت بتقول أحلى وأجمل برنامج حرفيا، بحبه جدا جدا وبستناكم يوميا لأني بستفيد منكم بجد من كل حاجة بتعرضوها في البرنامج. صباح الخيرات. صباح الفل عليك. نور بتقول قدمت كيس شيبسي لبنت صغيرة في عيد ميلادها وما كانتش متوقعة إنها تفرح الفرحة الكبيرة دي، خلتني اليوم كله فرحانة. كيس شيبسي. كيس شيبسي، بمناسبة كيس الشيبسي ده هقول لكم على موقف كده صغير حصل قدامي فعلا. انتوا عارفين مثلا انا يعني كنت في مكان في سوبر ماركت كبير، ويعني بجيب قهوة، فوانا واقفة في الولاد اللي هو ممكن بقى يقف يستنى حد يديله حاجة، طفل صغير بيقف قدام المحلات بره. فهو دخل للسوبر ماركت، هو معهوش فلوس ان هو يشتري حاجه، بس هو واقف بيتفرج على الناس. فواحد اللي هو بتوع السوبر ماركت اللي شغالين جوه فبيطلعوه بره، خلاص اطلع بره يا حبيبي عشان الناس ما تتضايقش، وبيطلع واحد من الناس اللي واقفين راح قال له لا سيبه لف في السوبر ماركت شوف نفسك في ايه وهاته. متخيلين الراجل قال له ايه؟ لف هات اللي نفسك فيه. انا واقفه
توقعت ان الولد هيجيب حاجات كتير قوي، مع الراجل ما حددلوش هتجيب بكام، هتجيب ب20، هتجيب ب50، هتجيب ب100، ما حددش حاجه، فسابها له مفتوحه. تخيلوا الولد راجع بايه، هو راجع بكيس شيبسي، بمناسبه الشيبسي يعني، جايب كيس شيبسي ووحده عصير وشوكولاتايه، الثلاث حاجات، هو راح للحاجه اللي نفسه راحت له فيها. فهي الفكره ان هو الولد نفسه عنده قناعه، نفسه في حاجه. اعتقد ان الراجل اللي عمل كده هو روح فرحان جدا. الولد ما كانش عايز فلوس، يعني ما تديلوش انت 20 جنيه ولا 10 جنيه وتقول له خلاص، هي جمال الخدمه او ان انت فرحته بانه هو يلف ويختار الحاجه اللي على ذوقه ويجيبها، وفرح تفرح حتى لو كان بكيس شيبسي. استاذ عادل صباح الفل. صباح الفل يا استاذ هبه. يا صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب وبخير. وهتاكلي بيض بكره ولا مش هتاكلي؟ اللي ايه؟ هاكل ايه؟ هتاكلي بيض وجبنة بكره؟ ان شاء الله، ليه لا؟ بكره الفطار بقى. بس بيض وجبنة ده الفطار بقى، بعد البرنامج، فاضل الغدا بقى. طبعا. فاضل نفكر في الغدا. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبه. حصل معايا موقف انساني. ايوه. حصل معايا موقف. طب استاذ عادل ممكن استاذنك بس وطي التلفزيون عشان نسمع بعض احسن. حاضر. حصل معايا موقف انساني. كان له حد ايام الكورونا. ايام الكورونا كان ما كانش في حد راضي يطلع له. يعني الشارع بتاعه كله يقول لك لا ده عنده كورونا ما حدش يطلع له. طبعا كله بيخاف. كله خايف، وانا بصراحه ربنا انا واحد، انا كان عن سني 61 سنه. ربنا يديك الصحه. يعني ربنا يخليك. وطلعت وركبت له الاكسجين. وركبت له الاكسجين لحد دلوقتي، لحد فاكرها لك. لحد دلوقتي قابلني اخد بالحضن. فاكرها لك طبعا. حتى انا كلمته كمان قلت له انت عاوز ربنا يشفيك؟ قال لي نفسي. قلت له هتقول ورايا؟ قلت له ورايا؟ قال لي اقول. قلت له قول باسم يسوع المسيح الناصري. قال لي لا. هو بس الفكره، بص بغض النظر احنا مش بنساعد، شكرا ليك طبعا يا استاذ عيد، المساعده او العمل الانساني ما يشترطش ابدا ان انا هساعد اللي من لوني او اللي من ديني او اللي من جنسي، مش شرط خالص. عمل الخير والمساعده الانسانيه ملهاش اي علاقه بده خالص. انا بساعد انسان محتاج لمساعده وبس، بعمل الخير للي محتاجه وبس. بعد كده بقى اصلي ده من ديني ولا لا، ده اصلي اسمر مش عارفه ولا لا، خالص. الخير ما فيهوش تفرقه، الخير ما فيهوش اختيارات، ولا ربنا يقول لك انت عملت ده وما عملتش لده خالص. لكن انا لما بلاقي حد محتاج، انا لقيت حد في الشارع زي ما كنت بقول لكم من شويه عاوز يعدي الشارع، هسالها دي ايه ودي ايه. وزي ما استاذ عادل كان بيقول، ده احنا ايام الكورونا كلنا شفنا الموت بعينينا، حدش كان بيدور ده ايه ولا ده ايه، كنا بندور بس اننا يعني على نفس شويه هواء، كنا محرومين بس من حبه الهواء، وشكرنا ربنا على النعمه. يا رب ده انت الهواء دلوقتي بقى بفلوس وبقى عزيز، ده قد ايه نعمك علينا كانت كبيره. فاللي كان قادر يركب كانيولا لحد في وقت كانت الناس كلها خايفه، عمل خير. اللي كلم حد في التليفون وقت الكورونا كان بيشجعه ويعلي نفسيته، لان وقتها كانت، ولغايه دلوقتي اي مرض الجزء المناعي مناعتك بتعلى وبتتضاعف وممكن تخاف بسرعه وتقف على رجلك لو حالتك النفسيه كويسه. فتخيل ان انت تعلي مناعه حد بانك تخلي نفسيته كويس، وان شاء الله هتخف وهتبقى كويس والعمر قدامك وما تقلقش وربنا رحمته واسعه. الكلام اللي احنا ممكن نقوله بس لحد في التليفون صدقوني ممكن يفرق جدا. وزي برضو ما استاذ عادل كان بيقول، في الاخر اللي انت بتعمل معاه كده انت بتنسى عملت ايه، وهو يفضل مديون لك العمر كله بينه وبين نفسه، ويبقى نفسه يرد لك اي حاجه عشان عمره ما هينسى ان انت كنت جنبه في وقت ما كانش فيه حد جنبه خالص. يا استاذ نادي صباح الفل. صباح الخير يا ست الكل. يا صباح الفل عليك، انت منور الدنيا كلها بجد. ربنا يخليك يا استاذ نادي، وربنا يرجع الاستاذ حق السلامه ان شاء الله باذن الله. قول لنا ايه رايك بقى في، يعني عندك موقف مثلا حسيت ان انت عملت حاجه فرحت حد وربنا ما ضيعها؟ يعني الحمد لله بامانه كتير كتير، بس ربنا ما بيستناش عليا اول باول، بيرد على طول. يا سيدي بامانه واقع. قد اليمين ما كملش اليوم نفسه، ولاقي ربنا عطاني خير كتير قوي 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 قوي، سطر عليا وانا سايق، عوض عليا بحاجه ثانيه باي حاجه. اكيد صح. بامان العطاء ده
يعني بيحوش كتير 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 كتير، وبالذات لما انت بتدي وانت فرحانه زي واحنا داخلين الكنيسه نلاقي العساكر اعترف، ربنا يقدرنا نديهم ونعمل ونجيب لهم شاي وسكر والكلام ده كله. ربنا بيعوض علينا كتير 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 كتير. صحيح عندك حق يعني تعيش وتفرح الناس. وانا بقول تاني ربنا ما بيباتش مديون، يعني بمعنى الخير اللي انت بتعمله بتلاقي ربنا ردهولك ساعات كتير قوي في ساعتها، ويردهولك باي طريقه، هيردهولك في ولادك، هيردهولك بعد وقت، هيردهولك في وقت حتى انت ما تبقاش عارف انك كنت هتقع في اذى، بس تكتشف بعد فتره وتقول يا انا كنت ده لولا ستر ربنا. الكلمه دي كلنا بنقولها، ده لولا ستر ربنا كان حصل وحصل وحصل وحصل. طب هو ستر ربنا علينا كلنا منين؟ ربنا هو قال كده، انت ادي وساعد وفرح وهتلاقي الخير يجيلك من حيث لا تعلم. ومرة تانية بقول ما نفرقش احنا بنعمل الخير لمين وازاي، اللي يجي قدامك شايفه محتاج اعمل وما تفرقش، زي ما ربنا ما بيفرقش في محبته على كل الناس، والكتاب قال كده. نفسي أقرأ كل تعليقاتكم وصبح عليكم، لكن أنا بس عايزة في الآخر قبل ما نخرج للفاصل أقول إحنا محتاجين نرجع نبقى بني أدمين، نعمل بإنسانيتنا، ما نستناش مقابل، بلاش نعمل الخير اللي إحنا مستنين حد يرده لنا. ما تستناش حد يرد لك، ربنا هو اللي هيرد لك. ما تعملش الخير اللي أنت مستني بروباجندا وشو وتطلع تعمل فيديو على النت إن أنت عملت وزرت المكان الفلاني، فين الخير اللي انت عملته عشان تعمل كده؟ فاللي مستني شهرة واللي مستني فلوس واللي مستني تكريم واللي مستني اي حاجة ده عمره ما يتسمى انه عمل انساني ولا خير ابدا، لكن الخير هو اللي بيتعمل في الخفاء، واحنا بس بنطلع نحكي ان قد ايه عمل ربنا عظيم وانه دايما بيرد ما بيضيعش لا تعب حد ولا خير حد عمل. زي ما قلت لكم النهارده في بداية الحلقة النهارده هتبقى مختلفة شوية، وده طبعا للظروف التفاصيل والتغطية لزيارة قداسة البابا تودروس للمجر. فاحنا دلوقتي هنخرج معاكم لفاصل نشوف آية اليوم ونرجع نستقبل ضيفنا ونبتدي معاكم أول فقرة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آية اليوم آية معزية جدا لينا وبتدينا النصرة اللي هي من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. الحقيقة من يغلب اتقالت 7 مرات لملائكة الكنائس في سفر الرؤيا، بعد كده الآية دي رقم 7، بمعنى إن ربنا بيدينا تشجيع في 7 أيام كل يوم يدينا آية بتشجعنا، يلا شد حيلك يا ابني عشان تغلب. الآية الثامنة مذكورة في سفر الرؤيا لعدد في أصحاح 21 اللي هي بقى زي ما أنتوا عارفين حضراتكم إن رقم 8 بيدي إلى الأبدية، فده بيشير يقول له من يرث كل شيء، من يغلب يرث كل شيء. لكن احنا عايزين نعرف ازاي نغلب. قديس يوحنا الحبيب في رسالته الاولى يقول هذه هي غلبتنا ايماننا. يبقى اول حاجه عشان نغلب لازم يكون عندنا ايمان. في قصه حلوه اتذكرت في سفر العدد في الأصحاح 13 لما موسى النبي بعت من كل سبط جاسوس 12 جاسوس يتجسسوا أرض كنعان، وحضراتكم عارفين إن ربنا كان وعدهم بأرض كنعان وخرجوا من مصر وقعدوا 40 سنة في البرية ربنا بيعولهم وبيد عزيزة قوية أخرجهم من أرض العبودية. لكن مع ذلك 10 منهم يقولوا إيه؟ إحنا صرنا زي الجراد في أعين أنفسنا وفي أعين الآخرين. بني العناق جبابرة، دول عندهم مدن حصينة، إزاي إحنا مش هنقدر عليهم؟ لكن كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون يقولوا إيه؟ لأ
احنا نقدر نغلبهم بقوة ربنا، نقدر نغلبهم. احنا يصيروا كخبز لينا، اكل ناكلهم، الجبابرة دول نقدر ناكلهم. وبعد كده يجي ربنا يتدخل في وقت يقول لك ان شعب اسرائيل اشاعوا العشرة دول اشاعوا مذمة في بني اسرائيل، لدرجة ان هم بدأوا يشحنوا الناس عشان يرجموا موسى وهارون وكالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. لكن ربنا بيتدخل في الوقت المناسب وبيدينا النصرة في الوقت، يقول فظهر مجد الرب. مش ممكن ربنا يسيبنا إلا وينصرنا. ممكن تكون التجربة تقيلة، 12 سنة يوسف مسجون، 7 سنين مرجرجس مسجون وفي عذابات، لكن بيجي في الوقت المناسب في التوقيت المناسب بيدينا النصرة. أول حاجة إيماننا، تاني حاجة رجائنا. برضو القديس يوحنا الحبيب يقول اللي عنده الرجاء هو طاهر، وبالرجاء بنطهر. الرجاء انتظر ربنا انتظارا انتظرت الرب وإلى الموت لم يسلمني. في كل ضيقة تضايق وما لاقى الله خلصه. الحاجة الثالثة المحبة الشديدة، المحبة الشديدة زي ما بيقول القديس بطرس الرسول تستر كثرة من الخطايا. بالإيمان وبالرجاء وبالمحبة الشديدة ربنا بيدينا الغلبة. وأخيرا وهم غلبوه بدم الخروف في سفر الرؤيا، دم المسيح وجسده والارتباط بكنيسته والارتباط بالقداس بنغلب. هم غلبوه بدم الخروف. وأخيرا على جبل التجربة السيد المسيح انتصر إزاي؟ بالصوم والصلاة وبالإنجيل مكتوب. ربنا يدينا كلنا الغلبة، لربنا المجد دائما أبديا. أمين.